عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقياكم من جديد وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. سعيدة بتعليقاتكم، سعيدة بتواصلكم الدائم معي، وكان صدر دائما على الصوت ديالي لأن البرد باقي قابض فيا فاسمحوا لي. إذا بالنسبة للوصفة ديال اليوم، فقناة عايدة الوصفات المغربية والعربية بامتياز غتقدم لكم الفطائر التركية بدون فرن، غادي يطيبوا في المقلاة، غادي يكونوا سهلين جدا وسريعين أيضا. بالنسبة للحشوة كنقول دائما على أنها كتبقى اختيارية، المبدأ كنعطيه لكم وانتم تقدروا تضيفوا او تنقصوا او تعوضوا كاريمون الكفته بالدجاج او بالنقانق. اذا لهذه الوصفه على بركه الله الفطائر التركيه سنحتاج عندي هنايا 100 غرام من اللحم المفروم، 100 غرام ديال الكفته، عندي بصله كبيره مشلضه، عندي نصف حبه طماطم مقطع مربعات، عندي نصف حبه فلفل احمر مقطع شرائح طوليه، ملعقه من القزبر المعدنوس. بالنسبه للتوابل عندي ملعقه صغيره من الفلفل الاسود البزار، ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر بابريكا او تحميره، ملعقه صغيره من الملح وتبقى حسب الذوق، وعندي ملعقتين من الزيت النباتيه من اجل تشويح او طهي الخليط او الحشوه. ساعيد 100 غرام من اللحم المفروم او الكفته، بصله كبيره مقطعه مربعات صغار او مشلده، نصف حبه طماطم مقطع مربعات صغار، نصف حبه فلفل احمر مقطع شرائح طوليه او مربعات صغار كيف ما بغيتوا، ملعقه من القزبر المعدنوس خلطه، توابل ملعقه صغيره من البابريكا، ملعقه صغيره من الفلفل الاسود او البزار، ملعقه صغيره من الملح حسب الذوق، وملعقتين من الزيت النباتيه. غنمروا لتحضير الحشوه، ثم من بعد ندوز باش نعطيكم مقادير العجين ديال الفطائر، وايضا قوموا بعجنه في ان واحد. بركة الله في مقلاة كنوضع القليل من الزيت النباتية بهذا الشكل، قياس أو جهة معلقة كنخليه حتى إلى احتاجيت، وكنوضع البصل ديالي بصلة كبيرة مشلدة باش كتبدأ كتشوح على النار، خليها حتى تطلق راسها مزيان، عاد غادي نضيف باقي العناصر. دابا من بعد ما طاحت لي البصلة ديالي غادي نضيف شرائح ديال الفلفل الأحمر، خليهم حتى هما كيتقلاو شي يدبالوا ويطيحوا، عاد غادي نكمل اضافه باقي العناصر. كنتمنى الرؤيه تكون واضحه عندكم، دونك دابا غنخليو بها ثاني واحد 3 دقائق بما طاحت الفلفله شبرات في البصله مزيان، وعاد غادي نضيف عليهم الطماطم ونضيف القزبر المعدنوس واللحم المفروم. من بعد ما طاحت الفلفله ديالي مع البصله غادي نضيف نصف حبه من الطماطم، نتوما الا كتعجبكم الطماطم في الفطائر ممكن تزيدوا اكثر. غادي نديروا قزبر معدنوس بهذا الشكل، ملعقه كبيره، وغادي نخلطوا باقي العناصر، خليهم عاوتاني حتى يشبروا في راسهم مزيان. غنضيفو عليهم الكفته والتوابل باش نخليهم ديك الساعه كيطيبوا على خاطرهم. واحد الملاحظه ما ذكرت لكمش، الفرماج الاحمر او لو فرماج غوج في المقادير غادي نضيفو من بعد في التالي. كيف ما كتشوفوا معايا حبيباتي، من بعد ما طاحوا جميع المقادير ديالنا البصله الفلفله ماطيشه، غادي نضيفو عليهم دابا الكفته ديالنا والتوابل الملح والابزار والفلفل الاحمر، ثم نخليو الكفته كطيب على خاطرها، نقصو عليها البوطه مزيان، كنتمنى الرؤيه تكون واضحه، نقصو عليها البوطه مزيان ونخليوها كطيب، حركو حتى ينسجمو العناصر مع بعضهم، وغادي نغطيها بشي غطايه ديال المقله الى عندكم او غطايه الكوكوط الى كانت كبيره، ونخليها يرجع عليها الماء ديالها بلا ما ندير فيها الماء غير الماء ديال الخضر ديال الكفته، ونخليها كطيب ونطلقاو باش حبيباتي العجين الفطائر التركية. غادي نحتاجو فيه 250 غرام من الدقيق الابيض دقيق الفرس دقيق الناعم، يعني 2 كيسان ونصف بقياس كأس العنبة. غادي نحتاجو الحليب الدافئ للعجن، انا هنا عندي تقريبا واحد 350 مليلتر،
وتبقى على 70 ميزانة اللي غيجمع لنا العجين. عندي جوج معالق كبار ديال الزيت النباتية، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ملعقة كبيرة غير ممتلئة من السكر الخشن. إذا أعيد، 250 غرام من الدقيق الأبيض دقيق الفرن، جوج كيسان ونص بقياس كأس العنبة. أيضا عندي الحليب الدافئ 350 ملل من الحليب الدافئ للعجن، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ملعقة غير ممتلئة من السكر الخشن والزيت النباتي. هادو هما المقادير، ندوزو على بركة الله للطريقة. هيا غادي نخلط السكر سنيدة السكر الخشن مع الخميرة الفورية، ونضيف عليه القليل من الحليب الدافئ ونتركهم قليلا. كنوضع الدقيق ديالي بهذا الشكل، دقيق الفرن 250 غرام مع الملحة، كنوضع جوج معالق من الزيت النباتية، كنوضع خليط ديال الخميرة ديالي مع السكر الخشن بهذا الشكل، ثم كنبدا نعجن وكنضيف الحليب شيئا فشيئا، نعمل شوية في البداية ثم نبدا كنجمع العجين ديالي. عجين سهل، ما كيحتاجش الكثير من يعني العمل، فهو جدا سهل وسريع التحضير. عفوا، كيتوجد في الحين، نضيف الحليب الدافئ باش نجمع العجينه. الحليب كيخلي لي ديك العجينه ديالي فتيه، كنجمع العجينه ديالي بهذا الشكل هذا، ثم غندوز باش ندلك شي شويه باش تعطيني الطوع في الخدمه. كناخذ العجينه ديالي كنعطيها شويه ديال الخدمه باليد هكا كندلكها. اللي عنده العجانه كما كنقول دائما راه غادي يستعملها، اللي ما عندوش غير شويه ديال الخدمه هكا بالكف عفوا، وغادي تحصلوا على النتيجه المرجوه، وهي ديجا مخدومه عفوا بالحليب وفيها الزيت، فما تخافوا شيء منها، كتكون عاطيه الطوع بحال هكا. كناخذ العجينه ديالي كنردها للاناء ديال العجن وكنغطي عليها، عليها بحال هذا الشكل هذا، وكنخليها حتى كتمر 30 حتى 40 دقيقه مع الجو بارد على ما تخمر وتطلق راسها، وندوزو باش نشكلوا الفطائر التركيه بدون فرن. حبيباتي، هو الشكل النهائي للحشوه ديالنا من بعد ما طابت الكفته والخضر. غادي نخليوها تبرد وندوزو باش نعمروها في الفطائر التركيه ديالنا اللي غنطيبو في المقلاه بدون فرن. ملاحظه صغيره، اللي بغى يضيف الحار ممكن انه يزيد لاصوص تاباسكو او اي صلصه حاره عندكم. معايا حبيباتي، من بعد ما دازت واحد المده معينه ديال 30 دقيقه حتى 40 دقيقه كنفتحوا، كنلقاو العجينه ديالنا فريمون يعني انتفخات وخمرات. غادي ناخذوها دابا غادي ندوزو باش غادي نشكلوها. غنعملو شويه ديال الدقيق على سطح العمل ونحاول نخويها من الدقيق عفوا من الهواء اللي تكون فيها اثناء الاختمار او التخمر. غادي نعملها هكا هكا غير باش يسهل عليا انني نقطعها. غناخذ واحد الموس وغندير على حساب الا بغيتهم كبار الا بغيتهم صغار، نتوما كتحكموا في القد ديالهم. انا غنعملهم في هذا القياس، تعيلي بركه كافي بحال هكا. دونك غادي ندوز باش نبدا نشكلهم معكم. كنرش السطح ديال طاوله العمل ديالي بالدقيق وكندوز باش نبدا في الفرد ديال العجينه ديالي، خصني نرققها مزيان. بالنسبه للفطائر التركيه كاين عده اشكال، فكاين اللي كيعملهم على شكل مربع او مستطيل، وكاين اللي كيعملهم على شكل نصف دائره بحال شوسون غير هما كبار. فانا صراحه اليوم تسمعوا لا انني غادي نديرهم على شكل مستطيل، كنظن يجيو افضل، لان ديجا كنا قدمنا الشكل ديال لي شوسون في القناه، فالتغيير غادي نديرهم على شكل مستطيل. دونك غادي نبقى كنطلق حتى نطلقها مزيان.
من بعد سيدتي ما رققت العجين ديالي بحال هذا الشكل، هذا كنرققه كيخصو يولي رقيق جدا. كناخذ هذا الجزء هذا كنضيفه هنا، وهذا الجزء هذا كنضيفه هنا بهذه الطريقه هذه. كنتمنى الرؤيه تكون واضحه عندكم في الفيديو. وكنزيد كندير شويه بحال هكا، كنزيد كنرقق شويه بحال هكا. دونك كنجيب الحشوه ديالي كنوضع هنا في الوسط الحشوه، جوج معالق كبار من الحشوه كيكونوا كافيين بحال هكا كما كتشوفوا. كنضيف الجبن في الفوق، ممكن تستعملوا جبن ساندويتش او البارميزان اللي كيبغي شويه د الملوحه تكون زايده، فاي نوع من الجبن هو ممكن استعماله. الوغ فوالا، غادي نجيب هذا الجزء هذا غادي نسد عليه بحال هكا، وغادي نجيب هذا الجزء هذا نسد عليه بحال هكا، ثم كنسدها مزيان بهذا الشكل. ها هي الفطيره ديالي. نستمر، غادي نجيب ايضا مره اخرى الدقيق ديالي، غادي نحط وغادي نبدا كنرقق كما كتشوفوا معايا. وفي هذه الاثناء غادي نكون وضعت المقلاس ديالي كتسخن على النار. كنحاول انني نرققها مزيان، لان قد ما رققتها قد ما غادي تجي يعني مزيانه في الحشو، ما غاديش تجي مبضعه، ما تجيش فيها بزاف ديال العجين. كنجيب هذا الجزء هذا من بعد ما ورقته مزيان كيف ما كتشوفوا كنوضعو هنا، وهذا الجزء هذا كنوضعو هنا بهذا الشكل. ثم الحشو ديالي في الوسط بهذا الشكل، نوضع الحشو بحال هكا، وكنوضع الجبن ايضا من الفوق. كنحاول نقادو مزيان الحشو ديالي، كيجيو رائعين، فطائر تركية ولا ألد. كنجيب هذا الجزء هذا نوضعو هنا بحال شي مسمنة، وهذا الجزء هذا وكنسد بحال هكا. تنقدر باش نسدهم نبرك بهذا الشكل هذا، كيعطي جمالية. وأيضا نتأكدو أننا سديناهم بهذا الشكل ايضا من هذا الجانب هكا. هي طريقه للتزيين فقط، ما حبيتوش بلاش الفطيره التركيه ديالنا. غنستمر حتى نكمل العجين كامل ومن بعد نتلاقاو. ديال الفطائر ديالي من بعد ما كملت التشكيل ديالهم كيعطوني 5 فطائر بالنسبه للربعه ديال الطحين. دونك دابا غادي ندوز المقله الثقيله ديالي، غادي ندوز باش نطيهم على بركه الله. الثقيله ديالي كنوضع واحد الرشيشه ديال الزيت وكندوز هكا بالبانسو ديالي كمسا غير الشيشه على بركه الله. كنوضع في الفطائر ديالي بهذا الشكل، الفطائر التركيه الجميله والرائعه شكلا، وصدقوني ايضا مذاقا. اذا غادي نخليها تقبل راسها من هذا الجانب هذا، ثم نقلبها على الجانب الاخر ونكملو. غادي نشوف واش حمرت من التحت باش نبدا بحال هكا نقلبهم. هاد الفطائر التركيين كيجيو زوينين في لي بوفي، اولا جايين عندنا الضياف لا شي يشربوا معنا اتاي او قهوه، ف كيبقاو رائعين بطبيعة الحال للتقديم. ملي كنقلب كنحاول انني نضغط بحال هاد الشكل هذا على العجين حتى كيشد فراسو. كنخليهم يتستاو من الجانب الاخر ونعاودو نتلاقاو. كنكمل الطهي ديالهم بعد ما طابو من الجوانب، كنكمل الطهي ديالهم عفوا من هاد الجوانب هادو، كنكمل الطهي ديالهم من هنا، كنبقى نوقف هكا حتى كيطيبو من جميع الجوانب. كنكمل الفطائر كامله اللي عندي ونتلاقاو باش نشوفوهم في طبقه التقديم. وكنعتذر مره اخرى على الصوت.
حبيبتي هو الشكل النهائي للفطائر التركية، فطائر لذيذة غاية في الروعة، سهلة وسريعة التحضير. يعني كنتمنى أنها ترقكم إن شاء الله، ما راح تجربوها في البيوت ديالكم، وأنا غنقطع معكم وحيدة ونشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. يعني هي فطائر رائعة، كل ما يمكن القول عنها هو أنها رائعة جدا. كيف ما كتشوفوا كتشي كتشهي بالفخوماج الدائب وبكل المكونات، كتجي رائعة جدا، فتية طيبة وغزالة محمرة. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم الفطائر التركية تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، لانها حقيقة يعني كتعجب الكبار والصغار، والاطفال كيديوها معهم كوجبة للمدارس ممكن جدا، فهي رائعة وايضا صحية. كنتمنى حبيبتي يعجبكم الفيديو ديال نهار اليوم، وإلا عجبكم كالعادة ما تنساوش ديروا لايك فضلا لا أمرا، ما تبخلوش علينا كذلك بالبارتاج ديال الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة وتكبر العائلة. اللي باقي ما مابونيش في لاشين ما تنساش دير سابوني سبسكرايب، تضغط على الزر الأحمر، تفعيل الجرس من أجل التواصل بجديد الوصفات. كنتمنى ان العائله ديالنا تكبر اكثر فاكثر. كنحبكم، كنشكركم على التواصل ديالكم وعلى التفاعل ديالكم الدائم معايا. كنعتذر الا طولت عليكم في الفيديو، كنعتذر ايضا بالنسبه للصوت ديالي مره اخرى. وسعدت واسعد دائما بلقائكم، والى فيديو لاحق بحول الله.